اختتمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أعمال الورشة الثانية لأولويات الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، والتي جاءت في إطار التنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون. نعم، وتأتي هذه الورشة بهدف دعم مرئية اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية واستراتيجيات التعاون المشترك. خلال ختام أعمال الورشة أكد الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني، أكد بأن الجهود الخليجية المبذولة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنيات ساهمت في تمكين دول مجلس التعاون من تحقيق تقدم ملحوظ في ريادة منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة. كما أكد على أهمية التوصيات التي أجمع عليها الأعضاء المشاركون من الجهات الخليجية المعنية بتطوير الحكومات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تعكس الإيمان والالتزام المشترك بين دول مجلس التعاون مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور للشعوب الخليجية، وذلك من خلال تنفيذ التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وفقا لاستراتيجيات وسياسات خليجية مدروسة.